متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، أسبوع العيد والحج. نتحدث به عن آخر تطورات الحالة المناخية النادرة التي تشهدها الجزيرة العربية وكيفية الأجواء خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك. نبدأ بهذه النشرة بيوم الأحد، حيث المملكة ما زالت ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المناخية المتمثلة باندفاع رطوبة تقريبا مدارية واستوائية باتجاه مناطق واسعة من الجزيرة العربية. نهار هذا اليوم من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تعطل زخات رعدية من الأمطار في مناطق عشوائية من وسط المملكة، بما في ذلك أيضا العاصمة الرياض. وفي ساعات لاحقة من مساء هذا اليوم توقع أن تشتد هذه الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية من المحافظة، محافظة الرياض، ربما تصل أيضا منطقة وادي الدواسر. ونتوقع أن تكون هناك أمطار رعدية غزيرة كفيلة بأن تعمل على جريان كبير للأودية والشعاب وحدوث السيول في هذه المناطق. بالنسبة للعاصمة بحد ذاتها هناك فرص لأمطار رعدية في ساعات بعد ظهر هذا اليوم، ربما تسبق بنشاط لافت في سرعة الرياح الهابطة، والأمر الذي يؤدي إلى حدوث بعض الموجات الغبارية الكثيفة. بعض الزخات الرعدية الأمطار أيضا محتملة في المناطق الشرقية من المملكة أيضا بمشيئة الله تعالى. في المناطق الشمالية أجواء حارة تماما، حيث كما ذكرنا سابقا تنزاح كتلة هوائية شديدة الحرارة من المناطق الوسطى في السعودية نحو المناطق الشمالية، كما نلاحظ المنطقة الحدود الشمالية 44 درجة مئوية وفي تبوك 43 درجة مئوية. ظهور بعض السحب الغيوم في جدة اليوم 37، في حين تكون الأجواء غالبا غائمة بسحب متوسطة وعالية فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، ودرجة الحرارة العظمى متوقع 26 درجة مئوية. يوم الاثنين يتوقع يعني مع تزامن مع يوم عرفة يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تبقى فرص الأمطار الرعدية حاضرة في المناطق الوسطى في ساعات ما بعد الظهر بمشيئة الله تعالى، كما يتوقع أن تهطل الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة وتزداد فرص الأمطار فوق تلك المرتفعات بشكل تدريجي. يعني آخر مؤشرات لا تشير إلى وجود فرص عالية للأمطار في مرتفعات مكة وما حولها خلال يوم عرفة، إلا أن الفرصة موجودة في ذات الوقت وبالتالي تحتاج إلى المراقبة الحثيثة. درجة الحرارة العظمى في العاصمة الرياض 42 درجة مئوية ترتفع بعدما تسجل يوم الأحد حوالي 38 درجة مئوية وهي أقل من المعدلات، تكون 40 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 45 درجة مئوية في الحدود الشمالية مع تعمق الكتل الهوائية الحارة في تلك المناطق، 42 درجة مئوية في تبوك و35 درجة مئوية في جدة و26 درجة مئوية في جبال جنوب غربي المملكة. أما يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، فمن المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة هطولا غزيرا وكثيفا للأمطار الرعدية على المرتفعات الجبلية، الأمر الذي سيؤدي بمشيئة الله إلى جريان كبير في الأودية والشعاب وحدوث السيول، خاصة على المرتفعات مثلا مرتفعات أبها وعسير والباحة، إضافة إلى المناطق الحدودية المتاخمة مع اليمن، وربما تصل أيضا إلى منطقة نجران في ذات الوقت. أيضا على الجانب الآخر من الجزيرة العربية يتوقع أن تشهد جبال الحجر والمناطق الداخلية في كل من دولة الإمارات وسلطنة عمان أمطارا رعدية غزيرة في أول أيام العيد، الأمر الذي يؤدي أيضا إلى تشكل السيول وحدوث جريان كبير الأودية والشعاب في تلك المناطق. في المناطق الأخرى من المملكة تستمر الأجواء شديدة الحرارة وموجة الحر في المنطقة الشمالية تصل إلى 43 درجة مئوية في تبوك و45 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 43 درجة مئوية في أول أيام العيد في العاصمة الرياض، والأجواء أكثر استقرارا مما ستكون عليه الأجواء يومي الأحد والاثنين، 42 درجة مئوية في الدمام وتصل إلى 36 درجة مئوية في منطقة جدة. في ذات اليوم يوم الثلاثاء أول أيام العيد تبدأ فرص الأمطار بالوصول إلى مرتفعات مكة والطائف بالتزامن مع أيام التشريق، وبالتالي يتوقع هطول الأمطار بمشيئة الله تعالى في تلك المناطق. يوم الأربعاء بمشيئة الله يتوقع أن تعاود فرص هطول الأمطار الرعدية إلى العاصمة الرياض من جديد ضمن تأثيرات هذه الموجة شبه المدارية، حيث يتوقع أن تشهد تلك المناطق هطولا لزخات رعدية من الأمطار كفرص في مناطق عشوائية في ساعات ما بعد ظهر يوم الأربعاء، تكون مسبوقة بنشاط للرياح الهابطة، الأمر الذي يؤدي إلى طبعا
يعني حدوث ما يسمى بالموجات الغبارية. درجة الحرارة تبقى مرتفعة 43 درجة مئوية. أمطار متوقعة فوق جبال جنوب غرب المملكة، تشمل مرتفعات ربما الطائف ومكة أيضا، ومرتفعات الباحة وأبها وعسير جنوبا، مع درجة حرارة 21 درجة مئوية. رياح النشطة تشهدها جدة 35 درجة مئوية. في المنطقة الشمالية تبقى الأجواء شديدة الحرارة، تصل في تبوك إلى 44 درجة مئوية في ساعة النهار، و45 درجة مئوية في الحدود الشمالية، وتكون درجة حرارة 42 درجة مئوية في مدينة الدمام. أيضا يوم الأربعاء من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يستمر هطول الأمطار الرعدية الغزيرة في مرتفعات الحجر في سلطنة عمان، الأمر الذي يؤدي إلى جريان أيضا الأودية وتشكل السيول في تلك المناطق، والحذر واجب حتى مع ثاني أيام العيد في تلك المنطقة. يوم الخميس يتوقع بمشيئة الله تعالى أن تشهد المملكة المزيد من التغيرات الجوية، تتمثل بالمزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشرقية من المملكة، مع تعمق تأثير كتلة هوائية حارة تتقدم من جديد من الشمال عودة إلى مكانها أو موطنها الأصلي، لكن تبقى فرص الأمطار أيضا في ذات الوقت حاضرة في العاصمة الرياض على شكل زخات عشوائية في مناطق متفرقة، تسبق أيضا بنشاط في سرعة الرياح. يتوقع يوم الخميس أن تشهد مرتفعات جنوب غرب المملكة أمطارا رعدية غزيرة كفيلة من جديد أن تعمل على تشكل السيول وحدوث جريان كبير للأودية والشعاب في هذه المناطق، وتشمل ذات المرتفعات مرتفعات عسير والباحة وأيضا أبها وأيضا تلك المناطق المتاخمة لليمن، تصل بعض الزخات المطرية أيضا إلى منطقة مكة المكرمة والطائف وما حولها. موجات غبارية محتملة أن تشهدها مدينة جدة في يوم الخميس مع ثالث أيام العيد، تلك بعض الموجات الغبارية قادمة من الأراضي السودانية ومن الجانب الآخر للبحر الأحمر، وأيضا تلك التي تتشكل أيضا محليا داخل مدينة جدة. أجواء حارة في تبوك 42 درجة مئوية، تصل إلى 46 درجة مئوية في الحدود الشمالية في استمرار لتأثير الموجة الحارة، و45 درجة مئوية في مدينة الدمام. تبقى أيضا الأمطار الرعدية الغزيرة محتملة وحاضرة في جبال الحجر في سلطنة عمان وتلك الواصلة ما بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، والواجب والحذر واجب بسبب تشكل احتمالية عالية لجريان الأودية والشعاب وتشكل السيول في تلك المناطق. نختم هذه النشرة الجوية بثالث أو رابع أيام العيد، حيث من المتوقع أن تشهد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة العاصمة الرياض ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، تصل إلى 47 درجة مئوية مع أجواء تصبح شديدة الحرارة وتعود الأجواء لتصبح حارة كما كانت عليه قبل تأثير تلك الموجة المدارية. 44 درجة مئوية في المنطقة الشرقية و43 درجة مئوية في الحدود الشمالية، مع تراجع في درجات الحرارة هناك، انخفاض ملموس في درجات الحرارة في تبوك مع بقاء درجات حرارة أعلى من المعدلات هناك 39 درجة مئوية. تبقى الأجواء مغبرة في منطقة جدة بشكل عام، وتبقى هناك موجات غبارية تنتقل من الجانب الآخر للبحر الأحمر باتجاه جدة أو أيضا متشكلة محليا في تلك المناطق. زخات رعدية من الأمطار محتملة أيضا على مرتفعات مكة والطائف، لكن أمطار رعدية غزيرة تبقى حاضرة في مرتفعات عسير وأبها والباحة وتلك المتاخمة مع الحدود اليمنية، بشكل قد يؤدي من جديد إلى جريان في الأودية وتشكل السيول في تلك المناطق. درجات الحرارة تكون 20 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة، 35 درجة مئوية في جدة كما ذكرنا في تبوك 39، و43 في الحدود الشمالية، 44 في المنطقة الشرقية، و47 40 درجة مئوية في العاصمة الرياض. بشكل عام هذه توقعات الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع، أسبوع العيد والحج. المملكة ضمن تغييرات ومتغيرات مناخية غير معتادة تشهدها ضمن الحالة التي سميت محليا وفق لجنة تسمية الحالات المناخية بالحالة تروية. الحذر واجب في ظل هذه الظروف الجوية، ما بسبب جريان الأودية والشعاب الكبير المتوقع بالتزامن مع العيد في مناطق جنوب غرب المملكة أو حتى قبيل العيد في مناطق ضمن محافظة الرياض إداريا، من ضمن ذلك المناطق المحيطة بوادي الدواسر. وأيضا الحذر أيضا واجب في سلطنة عمان ودولة الإمارات بسبب توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة على جبال الحجر، ولاحقا في هذا الأسبوع أيضا الحذر واجب في منطقة جدة بسبب الغبار المحتمل. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. المزيد دائما عبر طقس عرب، يمكنكم تحميل تطبيق طقس عرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. كل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله طاعتكم. إلى اللقاء.